تكثر الدعاوى الإعلامية التي تروج أن الإسلام دين إرهاب فقط أو أنه دين سلام فقط، والحقيقة أن الإسلام دين حياة كاملة. الحياة وإن كانت تقوم على السلام بالتأكيد، فإنها لا تخلو مما يكسر هذا السلام. فإن كسر سلام الحياة ففي الإسلام ما يتعامل مع هذا الوضع، لكن وفق قيمه العليا التي تعلي قيمة الإنسان وقيمة إعمار الأرض، لكنها في نفس الوقت لا تجعل الإسلام دينا سلبيا غير قادر على الفعل أو عن الدفاع أو عن تصحيح الأوضاع الخاطئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأرحب بكم مع برنامج نورك فينا، وما زلنا نعيش في رحاب أسماء الله الحسنى التي تحمل معاني وصفات التحكم التصحيحي، وهي التي جعلها الله سبحانه وتعالى مصدرا أساسيا لنا لتستقيم بها حياتنا. صفات التحكم التصحيحي تشمل أسماء الله الحسنى التالية: القهار، القابض، الخافض، المذل، المميت، المؤخر، المانع، الضار، المنتقم. فالله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم خلق لنا أسباب تعمير الأرض، وكان لابد أن تكون لدينا القدرات والأدوات اللازمة لإصلاح الخطأ وإصلاح أنفسنا وإصلاح المجتمع عندما ننحرف، ومن بينها منع المعتدين ورد الظالمين وعقاب المجرمين. فالله سبحانه وتعالى الذي اتصف بصفات الرفق وغرسها فينا، الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن الرحمة هي ليست السلوك المناسب عندما يتعلق الأمر برد الحقوق وحفظ الدماء وحفظ الأموال والأعراض. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يعني لولا القصاص لتدمرت الحياة، يصبح القاتل هذا يصبح بدون عقاب، ماذا سيحدث للبشر؟ تخيلوا لو أن القاتل لا يعاقب، ماذا سيحدث في البشر؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صحيح عقوبة قاسية ولا شك. مرة كنت في مقابلة تلفزيونية في أمريكا، فكان يسألوني عن عقوبة قطع اليد، كيف أنتم وحشيين تقطعوا يد السارق؟ تسمع، أنا عايش في أوكلاهوما 10 سنوات، طيب أنا على باب بيتي 7 أقفال ومع ذلك سرقت. إذن عقوبتكم هذه لن ولم تعالج المشكلة. الهدف من العقوبة زجر هذا المجرم وأن الناس تعيش بأمان، لم يحدث لا الزجر ولا الأمان، ولذلك عدد المجرمين يزداد. عدد المساجين حاليا في أمريكا في السجون أكثر من 2.5 مليون سجين، والسجين الواحد 50,000 سنويا، وعليكم الحساب كم. إلى درجة أنا لما كنت في أمريكا في أوكلاهوما صدر حاكم أوكلاهوما قرار بإخراج المساجين اللي عقوباتهم خفيفة لأن ما في مكان، ففي مساجين عقوباتهم شديدة وما في مكان، فالحل طلع الخفيفة. ايش تعمل؟ ما في زجر. قلت طيب انتم قاعد تطلع المساجين المجرمين لان ما عندك مكان، وايضا قاعد تصرف عليهم هذا المبلغ، وايضا انا على بيتي 7 اقفال ولم امن. الان قارن هذا وقارنوا جميعا باول 400 سنة من تاريخ الاسلام، اول 400 سنة من حدود الصين الى الاندلس لم تقطع في كل العالم الاسلامي سوى 4 ايادي. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كذلك قضية الزنا حاشاكم، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: في الزانية والزاني
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآن شوفوا المجتمع الغربي وشوفوا حجم الفساد الأخلاقي وحجم الضياع في النسب وحجم تفكك الأسرة. نسبة الطلاق في بعض مدن كاليفورنيا 95%، 95% يعني. هو يقول والله يتعرف عليها ويعرفها وكذا، طيب ليش يحدث الطلاق؟ مفروض يعرفها معرفة كاملة قبل الزواج، ليش تحدث عندهم هذه النسب من الطلاق؟ ما تعالج، سبحان الله ما تعالج هذه. هذا الفساد الأخلاقي يجر إلى أيضا بلاء صحي، شوفوا الإيدز وشوفوا الأمراض السارية مرة أخرى. لا تأخذكم بهما رأفة، ليش؟ رأفة بالمجتمع، رحمة بالمجتمع، هو يا اثنين يا مجتمع، إذا تركناها ستضيع المجتمعات. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى في وصف الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذن هنا يقومون بالانتصار لحقوقهم. المسلم لا يعرف الضعف، لا يعرف الخنوع. هؤلاء الذين يريدون الإسلام يصبح دين للضعفاء الذين تؤكل حقوقهم وتنتهب ثرواتهم ويسكنون ويعني يسكتون بدعوة التسامح، هؤلاء واهمون. فالله سبحانه وتعالى يربينا، يعلمنا، يضبط سلوكنا. يربينا هو الرب، يضبط سلوكنا، يضبط مشاعرنا. صفات التحكم التصحيحي نستخدمها فقط للتصحيح، ما نستعملها للعدوان، ما نستعملها للظلم. يقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا. متى نقاتلهم؟ لما يعتدوا علينا أو على المستضعفين. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ما في ديننا ليس دين عدوان، عدوان على الظالمين لا عدوان، ها هذا قول الله عز وجل، لا عدوان إلا على الظالمين. ما نعتدي على إنسان مسالم، ما نعتدي على إنسان ما ظلم، ما نعتدي. فالله سبحانه وتعالى بعد أن يقول قاتلوهم وبعد أن أعطى مبررا للقتل وهو منع الفتنة، قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فالقتال إذن ليس بغرض القتال، ولكن بغرض الإصلاح ومنع الظلم. الله عز وجل مكننا من أدوات التصحيح، يضع لنا الضوابط. يقول الله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طيب إذا واحد قتل أولادي هل أروح أقتل أولاده؟ ما يجوز. بعض الناس فهموها بهذا الفهم، فهم أعوج. واحد قتل أولادي ما يجوز لي أقتل أولاده، لأن أولاده لم يعتدوا على أحد. أقتل الذي قتل، ما أقتل أولاده، إيش ذنبهم؟ إيش الفهم الأعوج؟ إيش هالدين المنحرف؟ يقول الله سبحانه وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القاتل إنه كان منصورا. الله سينصرك لرد الظلم، بس ما ينصرك الله عز وجل بأنك تعتدي على أولاد أبرياء. إيش هذا؟ إذن الله سبحانه وتعالى أعطانا ما يصلحنا بقدر، وحدد لنا المعايير والضوابط. فإذا آمنت وآمنت بصفات التحكم التصحيحي وبالمعايير التي وضعها الله سبحانه وتعالى، سيتحرك الضمير، وصرنا جميعا إذا التزمنا بهذا جديرين بالثقة. فأي خير فهو منه سبحانه، وأي إسراف واعتداء وبغي فمنا نحن البشر. لا يخلو أي اجتماع بشري من الاختلاف، سواء كان أسرة أو بيئة عمل. لذا تسعى الشركات عادة إلى ضبط العلاقات ورسم مسارات استراتيجية لحل الخلافات حتى لا تؤثر على إنتاجية
العمل. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه شديد العقاب، فهو ذو انتقام، وهذه معاني ليست الهدف منها السلبية أو القسوة، حاشاه سبحانه، ليس فيه صفات نقص، حاشاه، كلها صفات كمال. فإذا لماذا هذه الصفات؟ هي سبل لتمكين الحق ومنع الظلم. كلمة عقاب ترجع في جذورها اللغوية إلى كلمة عقب، يعني تلا، بعد، عقب يعني بعد، بعد تلا، ها مش كذا؟ يعني حتى في استعمالاتنا العادية العامية، يعني بعض الناس يقول لمن يحضر عرسا العاقبة عندكم في المسرات، ماذا يعني؟ تتمنى أن يكون هو التالي في الأفراح والتالي في السعادة. فالعقوبة إذن ما يتبع الفعل من عواقب ومن نتائج، أنت اعتديت، فالنتيجة هي العقوبة، العقوبة تأتي بعد الفعل السيء. فإذن إذا فهمنا هذا، هي إذن ردت فعل على فعل. فالله سبحانه وتعالى لا يعاقب وليس شديد العقاب وليس منتقم من الشخص ما فعل شيء، هذه ليست صفاته سبحانه، بل هي صفات لرد الظلم ومنع الفساد. إذا فهمنا هذه المعاني، معنى العقب، معنى العقوبة التي تأتي بسبب الفعل، إذا العقاب والعقوبة والانتقام هذه ردة فعل وليست فعل. فمن المهم في حياتك أن تفعل عاقبة الأمور لكل من حولك، وليس عقوبة بدون سبب، هذا ظلم. وأنت تبر بوعيدك تنفيذا لاسم الله البر. وإذا أنت قلت لابنك أنه لن يلعب مع أصحابه إلا إذا أنهى واجبه، فالأصل أنك تبري بهذا الوعيد وتفعلي هذه العقوبة. إذا لم تفعلي ماذا سيحدث لابنك مع الأيام؟ إذا عرف أن دائما أنت حتسامحي ودائما تهددي وما تفعلي، ماذا سيحدث لابنك؟ إن لم تفعلي لن يأخذ ابنك كلامك على محمل الجد بعد اليوم، صح؟ وسيستهتر بواجباته. ما نراه اليوم في مجتمعاتنا من انتشار مخالفة القوانين، في قوانين للمرور. أنا مرة في أحد البلاد وركبت تاكسي، بعدين وصلنا إشارة حمراء، إشارة حمراء كمل، فقلت له العفو أنت مشيت قطعت إشارة حمراء، قال لا إحنا الإشارات الحمراء عندنا غير محترمة. هذا الذي ينتشر في مجتمعاتنا من مخالفة القوانين، ما هو إلا لاطمئنان الشخص بأنه يمكن أن يوقف العدالة بالرشوة ولا محسوبية ولا واسطة ولا أصلا ما حد يسأل. والدليل على ذلك أنك تجد الإنسان العربي الذي لا يلتزم بقوانين المرور في بلاده، ماذا يفعل لما يسافر إلى بلد أجنبي فيه قوانين صارمة؟ يلتزم، صح؟ فهو في بلده قد أمن العقوبة لعدم تفعيل القوانين، لكنه يعلم أنه في الدولة الأجنبية إذا خالف قانون المرور مثلا سيعاقب، سيضطر لدفع غرامة ولا بد. فعدم تفعيل العقوبة باستمرار، طبعا نعفو أحيانا مش مشكلة، لكن عدم تفعيلها باستمرار من أسوأ وأخطر ما يحدث للمجتمعات. نأخذ اسم آخر، اسم الله المنتقم، والله سبحانه وتعالى ذو انتقام. ما يمكن يتحقق العدل بدونها. من الذي سيأخذ الحق للمظلوم من الظالم؟ القاضي الذي لا ينتقم للمظلوم، ماذا سيحدث في المجتمع؟ تخيلوا معنا كيف تتحول مجتمعاتنا لغابة عندما لا تقوم السلطات بالانتقام للمظلومين. وطبعا إذا ما انتقمت كسلطة للمظلوم ماذا سيحدث؟ سيقوم المظلوم بمحاولة تحقيق العدالة بنفسه، صح؟ أو يقعد يتذمر من كل الحياة ولا يشارك في البناء ولا نعمل حضارة. فلن تتحقق العدالة ولن يستقيم المجتمع بدون المنتقم. شرحنا كيف أن الظلم
يؤدي للشعور بالغضب، والانتقام ينزع النقمة من الصدور ويزيل ذلك الغضب. انتقام كلمة أصلها من نزع النقمة، هذا أصلها انتقام، نزع النقمة، نزع الغضب، نزع المشاعر السيئة، أعاد توازن المشاعر. وإن لم يتم الانتقام يستمر الغضب، صح؟ يعني أنت في واحد متنفذ أخذ بيتك ولا أخذ أرضك ولا أخذ شركتك، الآن مشاعر الغضب، طب إذا لم يعيدوا لك حقك ماذا سيحدث؟ يستمر الغضب ويبقى ويشتعل في الصدور، وأحيانا إذا ظهر يظهر مدمر، وأحيانا بسبب الخوف يشتعل في الصدور والإنسان بسطحه يبدو هادئا. إذن بدون صفة المنتقم لم يكن لقاضي أن يحكم بالقصاص ويصدر أحكام قاسية، والأهل المعتدي يتوسلون والمعتدي نفسه يتوسل شخصيا، مع ذلك القاضي يقول لا، حتى تستحق هذه العقوبة، وإلا فالمظلوم يشتعل عند الغضب وقد يأخذ الحق من نفسه. وشوفوا المجتمع كيف تحول إلى غابة. ولو اتصف سبحانه بصفات الرفق فقط بدون صفات التحكم التصحيحي التي نتكلم عنها لضاعت الحقوق وفسدت الأرض، وحاشاه سبحانه أن يكون كذلك. معاني أخرى في التحكم التصحيحي بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله ومرحبا بكم مع حديثنا حول أسماء الله الحسنى وكيف نفعلها في حياتنا، ونحن في أسماء التي تسمى مجموعة التحكم التصحيحي. ومن المهارات الهامة التي نتعلمها من صفات التحكم التصحيحي مهارة إدارة الخلاف، ومن سلوكياتها أن تجيد التعامل مع الأشخاص الذين يصعب التعامل معهم. احنا في علم فريق العمل نسميهم الشخصيات الصعبة. وأيضا من المهارات الهامة التي يجب أن نتعلمها مهارة تحريك الإنجاز، محرك الإنجاز، هذا التي تعني أن الإنسان يحدد لنفسه أهدافا فيها تحدي، ليست أهداف سهلة. احنا نقول عنها صعبة لكن ممكنة، إذا مستحيلة هدف سيء، وإذا سهلة هدف سيء. فإذا حددي لنفسك أهدافا صعبة لكن ممكنة، يعني فيها تحدي وفيها مخاطرات لكن محسوبة. طيب إيش علاقة هذا بحديثنا؟ صفات التحكم التصحيحي تمنحنا مهارات وصلاحيات التصرف وإدارة الخلاف، وتمنحنا قدرة عالية على التحكم في أنفسنا وقهر مخاوفنا وإجبار النفس على ما لا تحب. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن نحقق أهدافنا. مهارات التحكم التصحيحي تحمينا، تحمي المجتمع، تمنع الإنسان مما نهاه الله تعالى عنه، وتعطيه القدرة على أن يمنع نفسه مما يشتهي لكن لا ينفعه. كم من إنسان يمارس الرياضة ويتعب، ليش تتعب؟ خليك مرتاح في البيت. كم من واحدة لا تأكل أشياء كثيرة، ليش؟ كلنا قاعدين نقهر أنفسنا، نجبر أنفسنا، هذا كله تحكم تصحيحي. فنمنع أنفسنا عما نشتهي، نقهر رغباتنا، نقهر مشاعرنا السلبية، ونعزم على أمورنا ونخوض الصعاب والتحديات. كل هذه أشياء نحتاج نجبر أنفسنا عليها. تخيلوا بدون معاني التحكم التصحيحي كلها رفق وحنان وكذا، ما تمشي الحياة. أيضا بهذه المهارات نمنع الظلم، نصحح الأخطاء، ننهى عن المنكر. تخيلوا بدون تحكم تصحيحي، كيف ستنهى عن المنكر بدون تحكم تصحيحي؟ ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كيف ستغير بيدك بدون تحكم تصحيحي هذا الذي نتحدث عنه؟ كيف تنمي نفسك، كيف
تنمي من حولك، كيف تصبحي أفضل نسخة من نفسك، كيف يصبحون من أبنائك ولا من حولك ولا من ترعيهم وتربيهم أفضل نسخة من أنفسهم. عندما نفعل جميعا مهارات التحكم التصحيحي، لو فعلناها فعلا سيختفي الظلم ويختفي كل ما يسبب الظلم من مشاعر سلبية كالحزن والخوف والقلق والغضب، فيعود التوازن للحياة ونحيا حياة طيبة. والبين والله أنا شايف لازم يكون في قوانين، وشايف إنه الحياة بدون قوانين أو بدون خلينا نقول قواعد أكتر فيها هتبقى فيه أزمات كتيرة جدا. لكن خليني أقول إنه ببقى شايف إنه أهم من وجود القاعدة أو عدمها ووجود القانون من عدمه، هو فكرة إنه الناس فهمها ولا لا، والناس عارفة إنه القانون ده لمصلحتها ولا لا، وهل هو فعلا لمصلحتها ولا هو لمصلحة من وضع القانون. والله هو أحيانا موجودة قوانين والناس تعيش من دون قوانين، يعني إنه في احتمال إنه موجود حياة من دون قوانين، لكن ممكن إنه الإنسان أصلا كإنسان عنده مثلا يبني لنفسه قوانين. يعني مثلا أنا ممكن ما نشوفش قوانين الدولة أو نشوف قوانين مثلا الأسرة، لكن أنا نبني لنفسي مبادئ، نبني لنفسي، فهذا ممكن يصير أظن احتمال. من وجهة نظري وباقتناع عقلي وعلى دليل، مستحيل البشر يعيشوا بدون قوانين، وإلا ما كانت هناك كتب منزلة وما كانت هناك دساتير بتعمل في الدول بتقام في الدول. لو العالم بدون قوانين وبدون أسس ومناهج بيسيروا عليها، هو حتى حصل أصلا حتى الشخص اللي بيبقى منحرف بيبقى ماشي على قواعد، بس قواعد منحرفة. فمن وجهة نظري ده شيء مستحيل، والخروج عن القواعد السوية، لأن أصلا بمزاجنا أو غصب عننا في قواعد وفي قوانين، لأن مش إحنا الوحيدين اللي على الكوكب. الحياة ما فيها تكون بدون قانون، لما بتتحول الحياة بدون قانون تتحول لغابة، وحتى بالغابة في قانون، فهي بتتحول لشيء لسه فوضى أكثر من الغابة إذا فينا نقول، لأنه حتى بالغابة في قانون. عندما تعلم أن الله تعالى قد زودك بمهارات التحكم التصحيحي، يجب أن تفهم أنك كالذي يمتلك سكينا. الهدف من السكين أن نستخدمها للأكل للطهي، وإذا استخدمتها للقتال اعتديت وظلمت وأفسدت في الأرض، إلا إذا كنت تدافع عن نفسك. ما فسدت الأرض، ما فسدت إلا بعدما اكتشف الإنسان هذه المهارات التي ممكن يستعملها في الخير ويستعملها في الشر، وكذلك بعض القدرات التي ممكن يستعملها في الخير ويستعملها في الشر، ففسدت الأرض لما استعملها في الشر. التحكم التصحيحي يعلمنا أن نستعملها لغرضها، فبدلا من أن نستعملها لغرضها طغى وبغى وقتل وأذل الآخرين وتجبر عليهم، بدل ما يستعملها استعمالها الصحيح وللخير. إذن على الفرد، على المجتمع أن يمارسوا هذه الصفات بطريقة صحيحة، يمارسوا التحكم التصحيحي بعيدا عن عواطف الغضب وبعيدا عن الرغبة في الإيذاء واستغلال الناس بدون حق. إذا فهمنا معنى التحكم التصحيحي من الأسماء الحسنى، ينبغي أيضا أن نستعمل صفات الحكم السليم بتوازن مع التحكم التصحيحي، ويجب أن نحدد، والحكم السليم سيساعدنا على التحديد هل نفعل التحكم التصحيحي ولا ما نفعله. يعني إذا الواحد منا كان رحيم رؤوف بقاتل يؤذي الناس، هذا الحكم الآن السليم يقول لا، هنا يجب أن تفعل التحكم التصحيحي، ويجب أن تقهر، ويجب أن تنتقم منه وتخفض، وعرفته يعني يجب أن نستعمل صفات المنتقم هنا وليس صفات الرحمة. فالحكم السليم
هو الحكم على التحكم التصحيحي، متى نستعمله ومتى لا نستعمله. إذا سمحت للظلم أن يتفشى ساد الفساد في الأرض، هكذا الحكم السليم. إذن الفطنة في تحديد أي الصفات نفعل وأي الصفات نؤجل، متى نستعمل التحكم التصحيحي ومتى لا نستعمله، هي من صفات الحكم السليم. فالحكم السليم هو الذي يحدد لنا ذلك، وهذا أمر في غاية الأهمية. إذن ينبغي أن تتكامل الصفات، فبعض أسماء الله الحسنى تذكر متلازمة، مثل النافع الضار، مثل المقدم والمؤخر، مثل الرافع والخافض، الباسط والقابض. وعلى فكرة بعض العلماء قال هذا لازم، يعني لازم تستعملها مع بعض. طبعا ما في مانع، بس أنا لم أجد دليلا على أنها لازم تفعل، فممكن نستعملها بالفهم الذي فهمناه وتستعمل وحدها، لكن لا مانع، يعني ممكن الإنسان يقبل هذا لأنها فعلا بينها ارتباط. هذا التلازم إذا ألزمنا أنفسنا به وفهمه يعني ماذا؟ يعني التكامل، التكامل. فما أقبح أن تكون خافضا قابضا مؤخرا ضارا فقط، هذا سيجعلك فظا غليظ القلب سيء التعامل. إذا بس أنت تستعمل هذه الصفات، بس فقط هذه، ما في رحمة، ما في رأفة، ما في رحمة، طبعا طبعا ستكون غليظ سيء القلب. أما عندما يكون هناك وقت للرفق في حياتك ووقت للحاسم، تتكامل فيك وفيك الصفات، وتصبح إنسانا متوازنا، لديه آليات، لديه صلاحيات التعامل الفعال في كل موقف. فسبحانه، سبحانه كامل الصفات الذي مكن للبشر أن يكون الإنسان خليفة في الأرض، وأعطاه كل المهارات، الرفق والتحكم التصحيحي، وأعطاه الحكم السليم حتى يعرف متى يستعمل كل واحدة. فتعلمنا بإذن الله معاني الحكم السليم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا في هذا البرنامج. أشكركم على حسن متابعتكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عرفنا الآن كيف يكون الله تعالى الضار، الخافض، المنتقم، المانع. إنه سبحانه لا يكون الضار إلا وهو النافع، ولا الخافض إلا وهو الرافع، ولا المؤخر إلا وهو المقدم، ولا المذل إلا وهو المعز. فهي من اكتمال قوته وقدرته وألوهيته وسلطانه. حين نؤمن بذلك يصبح المنع هو عين العطاء، ونتلمس المنفعة حين يقع ما نظنه ضارا يمهلنا إن بعدنا عنه لأنه المؤخر، ويقربنا إليه بالابتلاء الذي قد يكون في نظرنا ضررا، ليشملنا بعد ذلك بعفوه ومغفرته. لولا الألم في الحياة ما طلبت السلامة، ولولا الفراق ما وجدنا للقاء لذة، ولولا الغياب ما كان الشهود